نعرف المشاهد عن ما معنى سولفيج، درس مهم يعني أيضا باختصارات حتى من يعني من مل المشاهد أنه نعرفه مثلا نظريات الموسيقى العربية. شو النظريات؟ هي اللي معناتها أنه نحلل السلالم والمقامات العربية بشكل خلينا نقول مثلا سلم مقام النهاوند. سلم مقام النهاوند، إذا النهاوند على درجة الدو مثلا في جنسين، الجنس الأول نهاوند الدو، الجنس الثاني حجاز الصول. يعني باختصار أنه ممكن من السلم الواحد أنه يصير عندنا مقامين، مقام للنهاوند ومقام للحجاز، ممكن للمقام الواحد أو السلم الواحد. فهذا نعني فيه دراسة نظريات الموسيقى العربية بشكل مختصر طبعا، حتى يعني نفهم الناس أنه شنو النظريات الموسيقى يأخذون، اللي هي يحللون الأبعاد الموسيقية مثلا بين الدو والري كم درجة. هي بالمناسبة الموسيقى هي كلها عبارة عن رياضيات، درجات وعلامات وأبعاد وأزمنة. لذلك بين دو والري زمن معين، بين الري والمي زمن. وأيضا حتى لما ننتقل مثلا إلى درس السولفيج، السولفيج هو الغناء، الغناء وتعليم قراءة النوطة، غناء النوطة وتعليم قراءة. طيب هون فراد، كيف يعني أنت أكاديمي بس أوقات بتلاقي واحد بيعزف كل شيء بس ما بيعزف يقرأ النوطة؟ مو أنا هذا اللي قلت لك إياه، في كثير ناس يجهل تماما، يجهل تماما النوطة، يتعلم على السمع يتعلم. لذلك احنا دائما يعني نحث الناس انه يتعلمون، وخصوصا اذا يكون من 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 الصغر يعني يتعلم. انت لو عم تسمع عازف بتعرف اذا تميزه اذا هو على السمع او على نوطه او لا؟ العازف لا ما تقدرين، مستحيل، لانه في عازفين كثير محترفين، كثير كثير محترفين، هو يعني قراءته يا قد تكون ضعيفه يا قد يكون ما يعرف تماما، يجهل النوطه. فدرس السولفيج جدا مهم، هذه احد دروس التربيه الموسيقيه اللي يتلقاها الطالب في درس تاريخ الموسيقى. تاريخ الموسيقى أيضا مهم جدا، يتعرف على مثلا دخلوا بالموسيقى الكلاسيكية، يتعرف على بيتهوفن، يتعرف على باخ، يتعرف على كيف بداياتهم بالضبط. بالإضافة إلى رواد الموسيقى العرب على يعني تاريخ الموسيقى العربية، كيف نشأت الموسيقى العربية، إضافة إلى درس العزف الجماعي، وهو درس أيضا مهم جدا. العزف الجماعي اللي هو يحفز الطالب أنه يبعد عنه الخوف، يقدر يعزف مع أصحابه، يقدر يشاركهم الفرحة بالعزف. شفتي هسه احنا من نعزف يعني في انسجام بيناتنا، وهيك روح إيجابية، روح بالضبط. هذا روح التوحيد، روح روح العزف، روح الاندفاع بالعزف، هذا كله جدا مهم، درس جدا جدا مهم. لذلك ليش بده الواحد وقت ليصير عنده هي الخطوط العريضة الموسيقية؟ يعني علميا انه لا هو يقدر يقرب بفتره بسيطه يبدي يفك الخط مثل ما نقول، بس لكن انه علميا انه يكتمل كل هذا العلم مو اقل من 4 سنين، لازم يدرس دراسه كامله 4 سنين على الاقل حتى يكتمل ذهنيا. اوكي، وخلينا نسمع موسيقى ونرجع. اوكي، مليون دكافة. Oye.
de amor, una tristeza. Lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. It's a folk expression of Spain, usually from Spain, when they used to play with the coast, when they say ole, ole, when the people doing something good, they say ole, ole, like wow, a happiness expression. Like wow, or something like this. Very nice, very nice. Suave, suave, no suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. عم بيدلوني على اسم غنية بس كتير صعب. عيدو فراس؟ ما عارف. ما عارف. الموضوع. اوكي. هذا جميل. موضوع انه التعرف ايضا اضافة الى الدروس الموسيقية، التعرف على الموسيقات العالمية. مثل هسه يعني. صح كان بدي اسألك على هي الدرامز. الكاخون؟ وال بانجوز بانجوز بانجو بونجو 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 هم يسموها. It's a Latin instrument. It's a Latin instrument. وبتحس يعني كأنه كل واحدة بتعطي صوت غير. طبعا طبعا. Play something. Let's hear something. يا ترى اي اصعب، العزف على هي ولا على الكاخون؟ وهن بيسموه كاخون ولا شو؟ كاخون طبعا. هم هو الاسم منهم. الاسم يعني يعني اقدر اقول لك انه اي عازف يعني يقدر يعزف ايقاع، فيعزف كل الالات يعني ما في. بس كتكنيك يمكن هذه تكنيك البانجوز اكثر. which more hard do you think, this one or بانجوز or كاخون؟ بانجوز لانه فيها كتن احيانا يكتمها ويعني يتحرك باصابع. هذه شيء لا مطلقه. صح. مطلقه اكثر. هنا نقطه مهمه نتحدث عليها، انه يعني انت حضرتك اللي دا تسالين دا تستفسرين، انه مهمه الطالب ايضا ان يدرس، او حتى المتلقي، مو ليس فقط الطالب طبعا، انه يدرس موسيقات العالم او حضارات العالم.
نشوف نتعرف احنا ليش يعني ليش احنا نتقولب في موسيقانا فقط يعني انه في ردم واحد او في ايقاع واحد، ليش احنا ما نتعرف على موسيقات؟ طبعا هو هذا الجميل بالموضوع انه تسمعين اذا راديو موجه لموسيقى معينه فهذه كارثه. هذه كارثه انا اعتبرها بحد ذاتها، لانه بمعنى تعرف شيء عن كل شيء. طبعا افضل من ان تعرف كل شيء عن شيء واحد. بالضبط، يعني انه انا احط جزء للموسيقى الكلاسيكيه، في ناس تملها لكن في ناس بنفس الوقت تحب تسمع كلاسيك الصبح، مثل ما احنا متعلمين نسمع فيروز الصبح. يعني ممكن انه نسمع كلاسيك، نسمع فقره نخلي لاتن ساعتين لاتن، انه نتعرف على موسيقى السالسا وموسيقى الفلامينكو وكل ما يشمل اللاتن، ننتقل الى البوب ميوزك، الى هذه مهم جدا انه